ينضم إلينا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك يوسف، ما آخر تفاصيل الاستهدافات بمنطقة خان يونس؟ نعم منى، الوضع الميداني ربما شهد تطورا في ساعات الليلة الماضية وفجر هذا اليوم بعد تقدم الآليات الإسرائيلية باتجاه أقصى المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس وإطلاق النار بشكل كثيف صوب خيام النازحين في منطقة قيزان أبو رشوان، وهي منطقة كان من المفترض أنها تقع في نطاق الأماكن الإنسانية حسب ادعاء الاحتلال الإسرائيلي. لكن ما جرى هو تقدم للآليات الإسرائيلية باتجاه منطقة كف ميراج الغربي، أطلقت النار بكثافة، كذلك أطلقت عددا من القذائف المدفعية، ما دفع مزيد من المواطنين إلى النزوح باتجاه وسط مدينة خان يونس هربا من كثافة النيران وخشية من أن تتقدم هذه الآليات بشكل أكبر نحو منطقة قيزان أبو رشوان التي يتواجد فيها آلاف خيام النازحين منذ انتهاء العملية البرية في مدينة خان يونس. أيضا إطلاق النار طال منطقة قيزان النجار، ربما كما نقل لنا بعض شهود العيان أن إطلاق النار العشوائي وصل إلى هذه المناطق. لكن أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية التي شاركت في هذا التقدم للآليات استهدفت منزلا عند كف مصبح أو عند منطقة مصبح في المنطقة الشمالية من مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين من عائلة المصري، رجل وزوجته وثلاثة من الأبناء، وقد وصلوا جميعا جثثا هامدة إلى مشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس. هذه المشفى التي استقبلت في نهار يوم الجمعة 27 شهيدا معظمهم من مدينة خان يونس، وأربعة منهم جرى انتشال جثامينهم من مدينة رفح. أما فيما يتعلق بالوضع الميداني شرق المدينة التي تشهد توغل بري منذ 5 أيام، لا تزال الآليات الإسرائيلية تتمركز في منطقة بني سهيلة ومنطقة الزنا، لم يسجل أي تقدم نحو شارع صلاح الدين، وإن كانت المدفعية الإسرائيلية تطال هذه المناطق إضافة إلى منطقة الشيخ ناصر، وكانت أيضا الطائرات الحربية قد استهدفت منزلا في منطقة عبسان دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات حسب المصادر الطبية الفلسطينية، كون المنزل المستهدف كان مخلى من السكان لحظة قصفه من قبل الطائرات الحربية. لكن أيضا لابد دائما من الإشارة بخصوص محاولات بعض المواطنين العودة إلى منطقة عبسان ومنطقة بني سهيلة، أن الآليات الإسرائيلية تقوم بعملية إعادة تموضع، ولا حديث حتى هذه اللحظة عن انتهاء العملية العسكرية شرق مدينة خان يونس ولا انسحاب للآليات، وأن كل من يحاول الوصول إلى هناك يقوم القناصة أيضا وبعض الطائرات المسيرة باستهداف المواطنين. نعم يوسف، أنت تتحدث عن في بلدة الزوق. نعم يوسف، أنت تتحدث الآن عن عمليات النزوح والتي أصبحت شبه يومية لسكان فلسطين، كيف تتم عمليات النزوح تحت وطأة العمليات العسكرية المستمرة لجيش الاحتلال؟ بالفعل نحن نتحدث عن عملية نزوح لا تكون مقررة مسبقا، يعني أن المواطن فقط يحاول الفرار بجسده وبأطفاله تحت وطأة القصف والاستهداف المباشر. لذلك كل من نزح الليلة الماضية وفر من مناطق الخيام في منطقة قيزان أبو رشوان خرج فقط لا يحمل سوى أبنائه هربا من الموت، لا يصطحب معه أي شيء من متاعه أو فراشه ولا حتى الخيمة، كل هذا يترك للمجهول، وهي في هذا التوقيت تعتبر مثابة المنزل لهذا النازح الذي دمر منزله جراء العمليات البرية وباتت الخيمة تأويه لتلاحقه الآليات الإسرائيلية حتى على هذه الخيمة. لذلك واقع معقد، واقع النزوح، نحن نتحدث عن قرابة 182 ألف مواطن نازحوا من المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس قبل 5 أيام، هؤلاء خرجوا تحت وطأة القصف هربا من الموت، عدد منهم قتل بفعل طائرات مسيرة
إسرائيلية وبفعل القذائف المدفعية التي أطلقت بشكل عشوائي واستهدفت بشكل مباشر هؤلاء النازحين. أيضا عملية النزوح بالأمس كانت في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة، أحياء الصبرة ومنطقة تل الهوى وحتى منطقة الرمال، غادرها بالأمس أيضا آلاف المواطنين واتجهوا نحو المنطقة الغربية من مدينة غزة وإلى وسط المدينة، لأن الآليات الإسرائيلية تقدمت مرة أخرى نحو شارع 8 ومنطقة الكلية في الصبرة، واستهدفت بقذائفها منطقة دوار حيدر عبد الشافعي في المنطقة الغربية من مدينة غزة. لذلك حينما نتحدث عن النزوح نتحدث عن عوائل، عن نسوة، عن أطفال، هؤلاء يخرجون بشكل مفاجئ هربا جريا بحثا عن أي ملاذ آمن، وهم عادة يعرفون أنه ما من مكان آمن في قطاع غزة. حينما نتحدث مرة أخرى عن النزوح من المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، هنا ربما عدسات الكاميرا في أكثر من مرة التقطت الصور لنازحين يبيتون في باحات هذه المشفى دون غطاء، يفترشون الأرض، وهناك كثير من النسوة الذين يبيتون على قارعة الطريق. هؤلاء يفتقدوا لأدنى مقومات الحياة، لكن الظروف دفعتهم للقبول بهذا الواقع هربا من الموت وحماية لأطفالهم. لذلك حينما نقول إن المواطن يعود إلى أنقاض المنزل يقيم عليها خيمة لأنه ما من سبيل أمامه سوى البقاء في هذا المكان، لكن مع استمرار العمليات البرية يضطر مكرها أن يغادر هذه المناطق. إلى جانب ذلك يمكن الحديث أيضا عن التكلفة الاقتصادية لهذا الإخلاء، تكلفة النقل من المنطقة الشرقية إلى غرب خان يونس وبعد انتهاء العملية العودة إلى هناك، هذه على أقل تقدير تتطلب 600 دولار أمريكي تكلفة النقل. وفي ظل الواقع الاقتصادي المرير، المواطن المنهك بفعل الحرب بعد 10 أشهر لا يمتلك حتى الكلفة المالية للقيام بعملية النزوح، ونحن نتحدث عن أن أكثر من 90% من سكان قطاع غزة حسب إحصاءات رسمية نزحوا مرة واحدة على الأقل، لكن ربما يكون متوسط النزوح لدى معظم العائلات قد تجاوز 4 إلى 6 مرات بسبب العمليات الإسرائيلية المتواصلة. يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا من خان يونس، أنا بشكرك شكرا جزيلا.